أسدل الستار اليوم على أنشطة القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 من خلال جذب المؤثرين في القطاع والخبراء في حل المشكلات، بالإضافة إلى جذب مزودي الحلول المتقدمة، وذلك للتركيز على وضع خطط تهدف إلى بناء مستقبل مستدام. نحن المنصة الأولى والوحيدة للاستدامة البيئية والمجتمعية والحاكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنشئت من حوالي 18 شهر في كوب 27 بشرم الشيخ، وانتقلنا طبعا لكوب 28. نحن مقرنا دولة الإمارات العربية المتحدة باللغتين العربية والإنجليزية، ورسالتها هي نقل الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية بموضوع الاستدامة البيئية والمجتمعية والحاكمة. مشاركات واسعة ومتميزة من قبل الجهات العارضة، إذ تجمع القمة مجموعة من المشترين والممثلين وخبراء الطاقة في سياق السعي العالمي لتحقيق أهداف طموحة لعام 2030، إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتكرة، حيث تمكنوا من استعراض منتجاتهم وحلولهم الثورية أمام الجمهور العالمي. نحن يلو أول براند عبي مستدام وصديق البيئة، نستخدم أقمشة مسوية من الفواكه والخضروات، فمثلا عندنا عبي مسوية من قشر الأناناس، عندنا عبي مسوية من قشر الموز، عندنا عبي مسوية من بعد قشر البرتقال، وبعد عندنا عبي مسوية من الخشب. نحن نوفر موية ونوفر شيء اسمه انبعاثات كربونية، فتقريبا مع كل عبات يلو نوفر 6700 لتر of water، ونقلل شيء اسمه انبعاثات كربونية بما يقارب 12 كيجي. أبرز رواد الابتكار والفكر وأصحاب الرؤى على مستوى العالم اجتمعوا لوضع الخطط المبتكرة من أجل تخطي العقبات، إلى جانب الاهتمام بالحلول المتطورة والثورية. مشاركات عديدة تعمل على التفكير المستمر والابتكار والاستثمار في الطاقة النظيفة. لمركز الاتحاد للأخبار ندى الزعابي، أبوظبي.